مركز كحاكي حسين مقرد برعو يا مركي يهري مقرد برعو كفري قراءات كطمان كاه قرآن ككريم كا يوغانا ودن كيبان ككيني معلمين يبنيين اه كواسي او ايكاسو هايستا طمان كقراءة قرآن ككريم كا وحانا مناسبة دلوسو دويني معلمين تانيكا هاللي اما ملاحا قود مراكيز تحاكي حسين شيخ سكرية شيخ يوسف سيدو اكلا وحا حضر كيس كدبا قاتي علماء دي يمسوليين تي كردوانا يكسو قيب قلما داشا اوا وفرحات كلا يقول كلا اوين ان اينو توقنو فريتان كي قيب تقراءات كا ومقالدونا باهي وين رمتي ايو قبتي آدي آدنا لو دانينا يي ما دام مراكز تانيانا يا حين مراكز لو أساسي إن دقالة الدون لغهلو جيدو دونا يا حيدون إن قرآن كريم كان لوغو أديغو رنتي وحا مهد مضان علماء دا قبلك يا دقمدا وسوين سو قرب تاقي مركز كان نشاخة أو يمانية أو قارئة أو إبراهيم الشيخ المقري إبراهيم سالم محمد با وزير ليدا هو ايان ككان يمن حالي بو مقالة ايمي عاونا حفلة دي سو دوينتا ايو فوريتانك اينو قبان اينا سبت دانا ان شاء الله تعالى دراسة دا ايو بلابي دونا وحاوين وحاي نوصو كرني قراءات كي اللي سيكو ديو وحاي دادك مركي دا ميل قانان ان هورا لوغو سي وضو ايو لوبا هاي حي شيخ وحا لوغو كاني دادك كفاي ديستي مراكز تا هورا هير جوغي in ay horow si socdaan dadkaasi bishaar gaar ah bay runtii leeyihiin waxaan leenahay maadaama waxa soo jeediyo lagu soo bixiyo la idin keenay oo halka la idin ku keenay idinkana ay dan gaar ah idin tahay idinkuna ka faa'iideysta fursadaha aan ka faa'iideysano walaalaheena aan u camiro inaguna aan maaratay barakallahu fiikum ka faa'iideysano idinku dheereyn maayo cilmigan wuxuu la xiriiraa ilaahay kalaamkiisa waa quraanka waa riwaayadki imaka waa cashr qiraa'aat والله واتر رواية ذات كفاء إذيس في عن سمايا آذي آذ كفاء إذيس أحث إخواني طلاب العلم في هذه البلدة الطيبة المباركة على الاستزادة في هذا المجال وعلى تعلم القراءات فإن حامي القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا هو القرآن هذا في الآخرة وعن شعالها مركز مركز حاج حسين الله بركيه جهود مدد يركوبا او شري يو خدمات قرآن او بحيرتي وحلو ركرا وكالبذين الله بركيه شيخ عشرة عشر راوز ديك ما يه عيد والبوودي يا سيدو هالكلمة نيمك كا شيغي وا سو دويننا وحانا ليهي تير برعو انو ديار غرونو وبشارو ان معلن ودن كلين اوغو يمي سو دلييردنا موبد كنا اين قران كو برنو هاد بانو فرحسن هاي كعمو فرن بانو كو سو دويننا او ما نقيا شيخ يوسف يو معلمين تا ay waxaad moodaysaa inaanu marba si fiican u soo durkayno halka ma inaan aqoon markii hore laakiin maanta 10kii loo qado 10kii qaab akhris ayaanu mareyna waa u mahad celinayna maraakiis xaj Hussein oo runtii aan arin muhiim ah aan bariyahaaba kulli gobolka inoo ka waday oo tahfiidka quraanka iyo culuumul quraan caawana inoo soo kordhiyay qiraa'aadkii todobadii qiro iyo saddexdii raaciyay ila 10 qiro baa la sheegaa National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefoonada shaashada ka muuqda